السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. يقول ضيفنا الدكتور صباح الناصري، أستاذ العلوم السياسية والخبير السياسي والاقتصادي، إن دستور 2005 وقوانينه ونظامه تنتصر. نعم، ما رأيتموه من عنف في الساحات هو الدستور والقانون والنظام. فالفوضى الحالية سببها الدستور العراقي، بل هو سبب كذلك في تغييب هوية العراق. لكن كيف ذلك؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا اللقاء مع ضيفنا الدكتور صباح الناصري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة يورك بكندا. مرحبا بك معنا دكتور. مية هلا بك أستاذ يونس، والله تشرفنا بوجودك معنا اليوم. شكرا. دكتور، قبل أن ندخل للحديث في صلب هذا الموضوع، الدستور أو ما تحب أن تسميه الوثيقة، بودنا أن نتعرف أكثر على رأيك فيما يدور بالعراق الآن، المشهد المتأزم بالعراق السياسي والاقتصادي الكارثي كما يصفه مراقبون، ووصول النفاق الحكومي في تعاطيه مع هذه الأمور بالقول أنها تتحدث عن منجزات حقيقية، إلى هذا الحد وصلت الحكومة في موقفها تجاه الشعب. ما رأيك بذلك؟ نعم، أول شيء النفاق الحكومي أو السياسي هي منهجية. يعني من 2003 إلى اليوم الخطاب السياسي المهيمن هو النفاق، يعني الإدعاء والإيحاء بمشاريع وأعمال وسياسات ليست لها وجود على أرض الواقع، مجرد خطابات فقهية بلاغية ولكنها بدون محتوى. ما لاحظناه بالأمس في الذكرى الثالثة لثورة تشرين، يعني الاحتجاجات السلمية في ساحة النسور وفي ساحة التحرير وفي ساحات أخرى في المحافظات العراقية من بغداد إلى البصرة، وهذا مفروض يكون حق دستوري ديمقراطي للشعب العراقي، ولكن لاحظنا كيف الأجهزة الأمنية الرسمية الحكومية والميليشيات التابعة للحشد الشعبي كيف انقضت بعنف ضد هؤلاء الشباب اللي يطالبون بحقوقهم الدستورية، ما يطالبون بشيء تعجيزي. هذا أحد الظواهر. إذا أخذنا الظواهر الأخرى، مثلا من شهر 10 السنة الماضية إلى الآن، سنة بعد الانتخابات لم تتشكل حكومة، يعني هذه سابقة ما صارت في تاريخ الديمقراطية. يعني دخلنا موسوعة جينكس لبلد بدون أطول وقت بدون حكومة، ونفس الوقت في نفس الوقت المهزلة ان الاحزاب اللي خسرت الانتخابات هي الان تريد تشكل الحكومه، وليست الاحزاب اللي فازت بالانتخابات. هذه ايضا ليس لها وجود في الديمقراطيه. ثم ما زالت هذه الميليشيات ومعظمها تابعه طبعا للحشد الشعبي، يعني لها غطاء قانوني بالحشد الشعبي، ولكنها ميليشيات تتبع اجندات خارجيه وبالذات ايرانيه، تمتلك السلاح ولها أذرع سياسية، وليس العكس. يعني ليس الأحزاب السياسية أو ما تسمى الأحزاب اللي هي ليست أحزاب بالمعنى السياسي، إنما عصبيات أو كيانات هجينة تسمي نفسها أحزاب حتى تشارك في الانتخابات. نعم. عادة تجد هناك حزب سياسي عنده ذراع مسلح، ولكن في العراق العكس هو الصحيح، الأذرع المسلحة عندها أذرع سياسية، يعني هي اللي تتحكم في الدولة وفي الشارع. ما زالت يعني من لم يتغير أي شيء بالرغم من ثورة تشرين، وهنالك ظواهر أخرى. كل هذه الظواهر خلفها، يعني خلف هذه الفوضى، أنا قلت هنالك منطق يحكم هذه الفوضى. ما هو المنطق؟ المنطق هي وثيقة منطق. نعم. هي وثيقة 2005 اللي ما تسمى دستور. نعم. اللي هي وثيقة سياسية محاصصاتية وليست دستور بالمفهوم الفلسفي والقانوني. نعم. هناك من يرى دكتور أن هذه الوثيقة كما تسميها 2005 ساهمت في تقسيم العراق أرضا وشعبا وكذلك إضعافه دوليا. لهذا الحد؟ نعم بالضبط أستاذ يونس. لاحظ أن في الدستور هذا أو ما يسمى الدستور، ما أنا كل ما أذكر مفردة الدستور تصيبني غصة في البلعوم، لأنه ليس بالدستور حقيقة، وسنتحدث عن هذا الموضوع. أنا أراهنك بأي شيء تريده، اقرأ ديباجة دستور 2005، لن على اساس ان هذا الدستور يعني يمأسس لنظام ديمقراطي، لن تجد مفردة في ديباجة الدستور. يعني فلسفيا ديباجة الدستور هي اللي تأطر الدستور هذا،
بحيث أن فصوله وفقراته تكون ضمن هذا الإطار المرجعي. لن تجد مفردة مواطن أو مواطنة في الديباجة أبدا. تجد أديان وأعراق ومذاهب ويعني مكونات ومعرفة، لن تجد مواطن أو مواطنة. ماذا يعني غياب هذه الكلمة؟ شيئين. الشيء الأول مثل ما تعرف أستاذ يونس، حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي هو مبدأ المواطنة. ليس بإمكانك تنظيم يعني ومؤسسة نظام ديمقراطي بدون ما يكون المواطن هو الحجر الزاوية لهذا النظام. ليست المذاهب والأديان والأعراق والقبلية أو هذه المناطقية، هذه هي ليست يعني خلينا نسميها البنى التحتية للديمقراطية، إنما المواطنة. وبالذات في الدستور والقوانين، الدستور والقانون لابد أن يكون مستند إلى هذا المبدأ. ليش؟ حتى يضمن المساواة بين كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الهوية الاجتماعية. إذا كنت أنت ديني أو لا ديني، كنت عربي أو كردي، هذه قضايا اجتماعية، هوية اجتماعية ضرورية في حياة الإنسان، طبيعي جدا في تعامل اليومي وكذا، هذه ضرورية. بس هذه هي ليست أحجار الزاوية لدستور وقوانين الدولة. الدولة تفترض والنظام الديمقراطي يفترض مبدأ المواطنة، يفترض المواطن كحجر زاوية. نعم. لما هذا يغيب من ديباجة الدستور، إذا يعني شيئين، هذا النظام ليس بالديمقراطي كما يدعي، وثانيا لأنه يستخدم عوضا عن مفردة المواطن والمواطنة يستخدم مفردات إيديولوجية، يعني مثلا الدين، المذهب، العرق وهكذا والمكونات، يفكك المجتمع هذا عرقيا، مذهبيا، مناطقيا، جغرافيا، عوضا عن لم شمل هذا المجتمع، توحيد الشعب، لأنه لن تستطيع بناء دولة بغياب الشعب. فأنت بهذا الشكل تغيب الشعب بالمفهوم السياسي وليس بالمفهوم المجتمعي، بالمفهوم السياسي أنت غيبت الشعب بالدستور. فإذا كيف تسمي هذا الدستور ديمقراطي حينما تغيب الشعب وتغيب المواطن والمواطنة؟ فأنت حقيقة اتخذت منهجية هدفها تفكيك الدولة وتفكيك الشعب وتفكيك الهوية الثقافية للمجتمع، نعم، وليس بناء نظام ديمقراطي. تجد هذا بكل وضوح في الديباجة. وأنا يعني ناقشت مع الكثيرين الذين يدعون بأن الدستور ديمقراطي وما موجود في العراق من محاصصة سياسية هو عرف سياسي، يعني يكون رئيس الجمهورية كردي، رئيس البرلمان سني، ورئيس الوزراء شيعي. طبعا هذه مفردات أنا ما أستخدمها، كنا هذه هويات اجتماعية ما لها علاقة في السياسة، بس أقحموها في السياسة. لما يكون بهذا الشكل يقول لك هذا إنه عرف سياسي ليس له وجود بالدستور. أنا أقول لا، الدستور قنن المحاصصة هذه باستخدامه لمفردة المكونات. ليس هنالك شيء اسمه مكونات في الدستور. لما تتحدث عن دستور تتحدث عن شعب، ولكن لما تمزق الشعب إلى مكونات، إذا أنت قننت لهذا العرف السياسي المحاصصاتي. نعم. ماذا عن إضعافه دوليا دكتور؟ كيف أضاف الدستور أو الوثيقة أضافت العراق دوليا؟ هو لأنه شوف، الوثيقة هذه يعني الوثيقة المحاصصاتية هي كانت نتاج للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وكان الهدف منها باعتقادي، ولذلك كتبت على عجالة. يعني تصور أنت، يمكن الدستور العراقي الوحيد في العالم اللي انكتب في خلال 42 يوم. ليس هنالك دستور في العالم كتب 42 يوم. وطبعا مشاكل كثيرة أخرى سنتطرق لها. الهدف من هذا الدستور باعتقادي كان ثلاثة أشياء. الأول إضفاء شرعية على الاحتلال. الثاني سحب الشرعية من المقاومة ضد الاحتلال. لأنك أنت لما تضع دستور وانتخابات تصبح هنالك حكومة شرعية، إذا أي واحد يقاوم يصبح خارج القانون ويصبح إرهابي، فتسحب الشرعية من المقاومة. وثالث شيء وهو الأهم، محاولة يعني فرض احتكار السلطة السياسية بيد الأحزاب اللي أتت خلف الدبابة الأمريكية بالتعاون طبعا مع الحزبين الكرديين.
الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أنا أفهم يعني محاولة الحفاظ على مصالحهم اللي حصلوا عليها من 91، عندهم حكم ذاتي وأقليم وكل شيء، فتتحافظ على هذا. مفهوم هذا الشيء، ولكن ليس مفهوم من طرف الأحزاب اللي تدعي التشيع، التشيع السياسي أنها يعني وتدعي أنها تمثل المجتمع العراقي لأغلبية طبعا عربية، وتم تغييب للأغلبية العربية للثقافة المجتمع بإدخال مفهوم جديد للأغلبية اللي هو الشيعية، مفهوم طائفي. فأنت الآن مزقت الشعب ومزقت ثقافته وهويته، وفي نفس الوقت أنت تريد تحتكر السلطة بأسرع وقت وتضفي شرعية على الاحتلال وتسحب الشرعية من المقاومة. إذا أنت يعني طلعت نفسك للمجتمع الدولي كأداة لتمرير مصالح لا أكثر. نعم. ليش؟ لأنك أنت لما تريد تضمن مصالحك الخاصة السياسية والاقتصادية على حساب المصلحة العامة، لما تغيب المصلحة العامة إذا غابت مصلحة الدولة. نعم. إذا غابت سيادة الدولة، فإذا أنت فتحت الباب للكل يتدخل في شأنك. والواضح وهذا واضح دكتور كما يقول مراقبون في كل الوقائع التي حصلت خلال السنوات الماضية وفي مكانة العراق الدولية خلال السنوات انهارت. الماضية بلا شك انهارت. انهارت. بعض فقهاء القانون أيضا وصفوا الوثيقة بأنها تشتمل على الكثير من النصوص الملغومة. نعم. وهذا جاء على يعني رأي أو لسان بعض الذين كتبوا أو ساهموا في كتابة هذه الوثيقة. ما مخاطر ذلك دكتور، وجود هذه النصوص الملغومة إذا كانت هذه الوثيقة هي النصوص التي يحتكم إليها بالضبط عند الخلاف؟ يعني مثلا أنا أعطيك ثلاثة أمثلة. نعم. حتى نوضح الفكرة. الأول ما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وباقي العراق. نعم. هذه مشكلة مفتوحة ما زالت الآن، وصراع ما بين الإقليم والسلطة المركزية حول الحدود الإدارية لهذا المناطق المتنازع عليها، هل هي جزء من الإقليم أم خارج الإقليم وهكذا. نعم. وأحيانا صار هناك يعني مناوشات عسكرية ولاحظنا أيضا في بعد استفتاء 2017. المشكلة باعتقادي الأكبر من هذا، يعني الحزبين الكرديين بذكاء يعني أثناء صياغة مسودة الدستور أتوا بناس عندها فهم بالقانون الدستوري، بينما الأحزاب اللي جت على الدبابة الأمريكية لا تفهم شيء بالقانون الدستوري، وحتى اللجان اللي شكلوها يعني ما فيهم قانون دستوري. يعني تصور أنت نور المالكي في أحد لجان كتاب الدستور، شو يفهم نور المالك من الدستور؟ فالمشكلية الأكبر بالنسبة لي المصطلح هذا مناطق متنازع عليها، وكأنك توحي بأن هنالك دولتين. لأن كيف في داخل الدولة يكون مناطق متنازع عليها؟ هذه قضية إدارية بحتة، فأنت كيف تدخلها بالدستور؟ أنت قاعد تعطيها بعد قانوني شرعي وتوحي وكأنك أنت حدود ما بين دولتين. من مفهوم كردستان أنا أفهم، لأنه يفكر يوم في يوم ما أنه يشكل دولة فيريد حدود. أنت كيف تقبل كعربي أن توافق على هكذا مصطلح؟ نعم. هذا اللغم الأول. الشيء الثاني، هنالك كثير من التناقضات الوجودية ما بين الديمقراطية وما بين المفهوم خسمية المطلق للدين. نعم. قضايا كثير تقص الحقوق والحريات. هذه الفقرة الثالثة، يعني أي قانون ما يسن يتعارض مع الحقوق والحريات الخاصة والعامة. نعم. هنا إشكالية كبيرة، يعني نتحدث عن حقوق المرأة مثلا، الأسرة وكثير من الأمور، كثير من الأشياء تناقضات موجودة، وهذا يجعل إطلاق كلمة دستور على هذه النقطة ثالثة. عفوا. نعم. حتى بين لك الحقيقة مهزلة هذه الوثيقة، يعرف النظام السياسي العراقي على أنه برلماني بين قوسين نيابي. يعني حقيقة عيب ينكتب الكلام هذا، لأن النظام البرلماني يختلف عن النيابي. هذا أول شيء. الشيء الثاني، يعرف شكل الدولة بأنه اتحادي، والاتحادي يفترض وجود مجلسين تشريعيين، مجلس نواب ومجلس اتحادي. لاحظ المجزرة حقيقة.
عوضا عن يعني تقنين مفهوم المجلس الاتحادي في الدستور تماما مثل مجلس النواب، يجعل مجلس النواب هو المسؤول عن مؤسسة خلنا نسميها تقنين المجلس الاتحادي. نعم. يعني ينطي أهمية لمجلس النواب دستورية تفوق وزنه حقيقة التشريعي. يعني هذه كارثة، أنا ما ينكتب في دستور. يعني حتى طلبة السنة أولى بيدخلون قانون الدستوري، هذه البديهيات التعريف الواضح لشكل الدولة، وهنا أيضا أكو إشكالية. نعم. ما بين جمهوري واتحادي وهكذا، والنظام السياسي تعريف واضح للنظام السياسي، ومصادر التشريع تعريف واضح لمصادر التشريع، حتى ليس التأويل وتناقضات. دكتور أي. قد يتساءل المشاهدون الآن ما لماذا يتحدثون بهذه الوثيقة أو هذا الدستور، لكن لديك إجابة دائما بقولك أن الفوضى السياسية الحالية سببها هذه الوثيقة. هذا السؤال نجيب عليه بعد فاصل قصير بحول الله. إذن فاصل ونواصل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص، وأرحب بضيفي في هذا اللقاء دكتور صباح الناصري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك بكندا. مرحبا بك دكتور. أهلا صديقنا. يعني صلة الحديث الآن بهذا الموضوع هو ارتباطه بالواقع، الواقع السياسي الآن. نعم. والفوضى السياسية الحاصلة، وأنت دائما تقول دكتور بأن هذا الدستور هو سبب كل هذه الفوضى. نعم. السياسية، بل هو أيضا سبب في تغييب هوية العراق، وهذا. نعم. ما سنتحدث فيه لاحقا. نعم نعم. أنا قلت بأنه الهدف من هذه الوثيقة، يعني لما تقرأ قراءة سريعة خاطفة لهذه الوثيقة تجد كثير ثيمة التناقضات والمغالطات اللغوية في الأسلوب في المحتوى، يعني كارثة حقيقية. نعم. راح تجد بأنه الوثيقة هذه تعكس لحظة نزاع أو صراع على السلطة ما بين قوة أجت مع المحتل وقوة تم إقصاها، ما تسمى السنة، يسموها السنة ماكو المحافظات الغربية اللي كانت. نعم. قوم المحتل. نعم. أثناء صياغة مسودة الدستور. وهذه كارثة، أنت كيف تكتب دستور والبلد محتل، كيف تكتب دستور وانعدام الأمن موجود ومقاومة موجودة، وكيف تكتب دستور تغير دستور في ظل الاحتلال ويتناقض مع القانون الدولي؟ القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة أن تغير دستور وقوانين البلد الآخر. يعني الكارثة هنا، يعني هذا يوحي لك بأن هذه الوثيقة ما تسمى الدستور الهدف منها كان تغييب الدولة العراقية، تفكيك الدولة العراقية، تفكيك الشعب العراقي، وتفكيك الهوية الوطنية الجامعة للشعب العراقي. نعم. من خلال تفكيكه إلى مكونات عرقية وطائفية ومذهبية إلى آخره، بحيث مفردة الشعب بالمفهوم السياسي يتم تغييبها، ومفردة الأغلبية الثقافية في العراق اللي هي العربية يتم تغييبها من خلال الطائفية. وفي نفس الوقت، وهو هذا أنا سميته حقيقة كارثة ثقافية، أنت ليس فقط تنسف خلنا نسميه جوهر المجتمع العراقي التاريخي اللي مكن هذا المجتمع من أن ينتج كذا حضارة. العراق هو البلد الوحيد في العالم اللي ينتج أكثر من حضارة بخلاف الدول الأخرى. ما هو جوهر هذا المجتمع اللي مكن هذا المجتمع تاريخيا أن ينتج هذه الحضارات؟ هو التنوع. وحدة العراق، المجتمع العراقي تكمن في تنوع وليس في اختزاله في بعد معين واحد. هذا أول شيء. أنت الآن دمرت هذا التنوع وفرضت عليه هوية ضيقة ذات بعد واحد. وفي الدستور. وفي الدستور. وأيضا، وهنا يعني الكارثة الأخرى، اختزلت هوية الفرد العراقي في بعد واحد. يعني أنت يا أما شيعي يا أما سني يا أما كردي يا أما، فبالتالي وليس مواطن. وليس مواطن. كل إنسان بديهيا، يعني هسه أنت أستاذ يونس أنا صباح شيعي بالولادة، يعني أنا. نعم. شيعي، ولكني في نفس الوقت أكاديمي، خلينا نقول علماني أو مدني. ممكن أكون ليبرالي، ممكن أكون اشتراكي، ممكن أكون شيوعي، ممكن أكون محافظ، وممكن أكون أيضا مثقف. يعني هنالك أبعاد كثيرة في هوية الإنسان يستحيل أنك أنت تختزلها في بعد واحد. نعم. هذا عنف، أنا سميته عنف في الخطاب. عنف
يعني قاعد تفرض هوية معينة على جسد الإنسان غصبا عنه. كل ما تفضلت به ما علاقته الآن في الفوضى السياسية والأزمة الموجودة؟ ما هو هذه النقطة اللي راح تتبعها. يعني لما اختزلتني أنا خلينا نقول كصباح الناصري ببعد للهوية الاجتماعية شيعي، إذا أنك تدعي أن الشيعي هذه المفردة هي مفردة سياسية، وبعد ذلك تدعي أنك تمثل الأغلبية، تمثل الشيعة كحزب شيعي، يعني ترجمة التشيع خلينا نسميه اللي هي حالة اجتماعية ثقافية ترجمتها حرفيا إلى سياسية. نعم. وبالك تستطيع تدعي أن أنا أمثل الأغلبية، الأغلبية شيعية، أنا أمثل الأغلبية الشيعية كحزب شيعي. هذا عنف، وهذا في الانتخابات لا يشارك أكثر من 20% بالضبط. وين تجد هذه المشكلة؟ تجدها أول شيء في تشكيل الحكومات. هنالك دائما خلاف من هي الكتلة الأكبر داخل هذا المكون الشيعي. نعم. طيب أنت عندك كثير من الأحزاب، يعني عندك مثلا التيار الصدري لا يتفق مع أسمي التشيع الفارسي اللي جعل دار الدبابة الأمريكية، مثل حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس الأعلى. التيار الصدري لا يتفق معها، منظورة مفهومة للتشيع يختلف، مرجعيته تختلف، وهكذا. فإذا تجد هنالك خلافات داخل ما يسمى هذا البيت الشيعي حول هيمنة أحد الأطراف على الآخر. نعم. في تمثيل الشيعة. نعم. والشعب يراقب ولا يفهم. طيب ما أنا انتخبت مو لأني شيعي، أنا لما انتخب أستاذ يونس حتى لو كان شيعي يعني خلينا نسميه اجتماعيا، بس أنا انتخبته لأنه من منطقتي، أعرف الإنسان هذا شريف وطيب وكذا، لهذا السبب انتخب. أنا ما انتخبته لأنه شيعي. حتى أنت تدخل البرلمان وتتنازع من هو يمثل الشيعة، يعني كوميديا مو إلهية إنما كوميديا شيطانية. هذا اللي يحدث يوميا. ولذلك لحد الآن لاحظ أنت في الانتخابات الأخيرة عندما فاز التيار الصدري مثلا بأغلبية المقاعد 73 مقعد، واستطاع أن يشكل تحالف مع السيادة ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلكون أكثر من 200 مقعد، في أي بلد في العالم يشكل الحكومة بكل سهولة. في العراق لا، انقلب الخاسر اللي حصل على مقعد ومقعدين ثلاثة باحتجاجات في الخضراء وقصف بالكاتيوشا، وإيران تقصف أربيل بالصواريخ للحزب الديمقراطي الكردستاني، والقضاء يعني مجلس القضاء ينقلب على المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية تنقلب على حكومة الأغلبية، ما تسمى حكومة الأغلبية، من أجل دعم الإطار التنسيقي. كل هذا بأوامر من قاعاني من إيران من الحرس الثوري الإيراني. القضاء ينقلب على السلطة التشريعية، الأحزاب الخاسرة تنقلع على الأحزاب الفائزة، كل هذا باسم من يمثل الطائفة. نعم. أمام كل ما تفضلت به دكتور، هناك من يعتقد بأن العراق الآن بحاجة إلى دستور جديد. نعم. هل الأحزاب الموجودة حاليا قادرة على فعل ذلك؟ هي ليست مسألة قدرة أستاذ يونس، لأنك أنت بكل سهولة إذا تريد غير دستور تأتي به يعني ناس خبراء بالقانون الدستوري ويصوغ لك دستور، مو هذا المشكلة. هي ليست القدرة إنما الإرادة. هم لا يريدون دستور جديد، لأن هذا الدستور ما يسمى دستور صمم على مقاصهم حتى يحتكرون السلطة. ولذلك أنا تحدثت في أحد التغريدات من حزب البعث إلى حزب العبث، قلت بأن ما حدث في العراق بعد 2003 هو ليس قطيعة مع احتكار السلطة والدولة والنظام السياسي والحكومة في يد حزب واحد، إنما هو استمرار إليه بس بشكل آخر تحت غبار الديمقراطية. نفس الحزب اللي هو الدعوة، هذا الإطار التنسيقي، من 2003 إلى اليوم محتكر السلطة في العراق يعني 20 سنة تماما مثل حزب البعث، ويصر على هذا الوثيق المحاصصة لأن هي الوحيدة اللي تضمن احتكار السلطة، بالرغم من أن أغلبية الشعب 80% التي لم تنتخب والعشرين التي انتخبت رافضته رافض قطعي، ما يردون لإطار التنسيق وميليشياته، ومع ذلك يقعد ويجلس مع السفراء ومع الأمريكان ومع البريطانيين ويتفاوض ويتحاور ويشكل حكومة، وكأن ليس هنالك شعب وليس هنالك دولة وليس هنالك دستور وليس هنالك قانون. فهذا يعني هذا مو شيء اعتباطي، هذا بالدستور 2005 هو يمأسس لهكذا مهزلة. نعم. وهذا يحيلنا للحديث عن تركيبة هذا النظام الهجين كما تصفه دكتور. نعم. هذه التركيبة هل تركيبة تنم عن ذكاء بالفعل، ذكاء سياسي، أم أنها
جاءت على هذا النحو؟ التركيبة هذه شوف في البداية كانت تخدم مصالح أمريكا وإيران وإسرائيل اللي تعاونوا على احتلال العراق، إيران مع إسرائيل مع أمريكا، حتى يكون واضحين يعني، حتى القوائم الأسماء الأكاديميين والعلماء العراقيين اللي سمت للجيش الأمريكي من إسرائيل وإيران لاغتيالهم وقتلهم. فكانت يعني الفكرة من هذه الاتيان لأحزاب التشيع السياسي التابعة لإيران هو إزاحة جيوسياسية في المنطقة والسماح لإيران بالتوسع داخل العراق لإعادة صياغة المنطقة جيوسياسيا حسب ما اعتقدت المحافظين الجدد بمصالح أمريكا. فأدت وظيفة في ذلك الوقت، دمرت الدولة العراقية، دمرت الاقتصاد العراقي، يعني سرقت الملكية العامة لحد لو تسرق الملكية العامة للشعب وفككت الشعب، أصبح العراق دولة ضعيفة، سمح لأمريكا وبريطانيا وإيران أنها تعبث بالعراق كما تريد. هذه كانت وظيفة هذه الأحزاب لا أكثر ولا أقل. ولكن اللي أعتقده في السنوات الأخيرة بدأت نفس الأحزاب هذه ونفس الميليشيات هذه اللي كانت تخدم أمريكا وبريطانيا وإيران داخل العراق بدأت تسبب مشكلة بالنسبة لمصالحهم، حتى بالنسبة أحيانا بمصالح إيران. فلذلك أنا أقول يعني نقول هذه الأحزاب وميليشيات انتهت صلاحيتها التاريخية، وصلت إلى طريق مسدود. وما يحدث الآن في إيران من احتجاجات يعني أكبر يعني تحدي للنظام من سنة 79، قد يؤدي إلى ضعف النظام إلى درجة أي احتجاجات أخرى في المستقبل القريب قد تؤدي إلى انهيار النظام، وهو عراب هذه الميليشيات والأحزاب في العراق ولبنان وسوريا واليمن. فلذلك هم حتى الأحزاب والميليشيات هذه في العراق في مأزق. هنا يعني أنا أعتقد أكون انفتاح بعض الشيء بالفضاء السياسي بالرغم من القمع والعنف والأمور هذه كلها، أنا أعتقد أكون انفتاح بالفضاء السياسي لابد أن يستغل من أجل مرحلة انتقالية تأتي بدستور جديد. نعم. من خلال هذه المنظومة، من خلال هذه الأحزاب والميليشيات، مستحيل ليس فقط كتاب الدستور الجديد، إنما مستحيل إنك أنت تعدل هذا الموجود ما يسمى الدستور. هناك أكثر من صيغة دكتور إنجاز التعبير أو أكثر من شكل حاول الشعب العراقي من خلاله أن يعبر عن إرادته. نعم. عدم المشاركة بالانتخابات مرارا وتكرارا. نعم. كان تعبيرا سياسيا من الشعب العراقي. نعم. ثورة تشرين بالضبط. في مثل يوم أمس في الأول من تشرين أول عام 2019 كانت تعبيرا سياسيا. نعم. إلى أي مدى يمكن الرهان على الشعب العراقي دكتور في ضوء كل هذا العنف السياسي وكل هذا القمع والإرهاب الذي تستخدمه الأحزاب السياسية في ملاحقة كل الناشطين حتى نعم. الصحفيين الذين يكتبون بعض التغريدات يقتلون بطريقة أو بأخرى؟ الرهان الوحيد هو الشعب العراقي، لأنه لا المجتمع الدولي، دع عنك الكلام الفارغ هذا الأخلاق قوي وعن حقوق الإنسان والديمقراطية، هذا كلام الاستهلاك المحلي لا ليس إلا هذا المجتمع الدولي راضي عن الميليشيات والأحزاب هذه لأن تخدم مصالحها بشكل، وهي أيضا البعض منهم عملاء مزدوجين لأمريكا وإيران مستفادين منهم، فهم ما يردون الشعب العراقي يحكم. يعني تصور أنت أستاذ يونس، هسه نفترض الشعب العراقي نجح بإسقاط هذه المنظومة وأتى بحكومة وطنية تمثل إرادة الشعب، وأول خلينا نسميه قرار لهذه الحكومة تأميم من النفط. ماذا سيحصل؟ هذه الميليشيات والأحزاب لا بدها تأميم ولا بدها ملكية عامة ولا بدها، ما تريد تبوق وتنهب وتفرهد وتهرب وتهريب أموال وغسيل أموال ومخدرات. الأمريكان البريطانيين فرحانين القضية هذه، ما يشكلهم تهديد حقيقي. التهديد الحقيقي لما الشعب يفرض إرادته، لأن ذيك الساعة الشعب راياتي بسياسات وقرارات ممكن تقول للأمريكان والبريطانيين وغيرهم اسحب قواعد ما بدي أقعد. في نظرة إلى عوامل الثورة، فلذلك الرهان الوحيد هو الشعب. نعم. في نظرة عامة دكتور إلى عوامل الثورة عند أي شعب، يلاحظ بأن الشعب العراقي لديه الكثير من الأسباب الدافعة والعوامل الدافعة لأي ثورة، وهي حصلت بالفعل في 2019. نعم. لكنها تتراوح بين يعني الاندفاع قليلا ثم التراجع قليلا. نعم. وهكذا مع حالة القمع السياسي الموجودة. نعم. مع الخلاف السياسي والاستقطاب. نعم. الموجود بين جماعة الصدر والإطار. نعم. التنسيقي، كيف يمكن الدفع أكثر باتجاه أن تسير هذه الثورة وهؤلاء الشباب خطوات
متقدمة في هذا الاتجاه، ولا سيما في الموضوع الاقتصادي. أنا آسف للإطالة، لكن في الموضوع الاقتصادي أيضا هناك حالة استنزاف للاقتصاد العراق وحالة نهب مستمرة على المكشوف على العلن لكل مقدرات العراق. بالضبط. النقطة الأولى طبعا هذه نقطتين. النقطة الأولى شك. أنا قلت بأن الثورة مد جزر إلى عنصر طوفان، بمعنى أي ثورة تمر في مراحل، يعني شو الثورة الفرنسية من 1789 إلى 1799 عشر سنوات حتى صار هناك تغيير حقيقي يعني. فكل لحظة يعني خلينا نسميها كل تراجع خطوة إلى الوراء، كل خطأ، كل هزيمة بين قوسين أنا أقول إلها بعد تربوي، لأن الهزيمة تعلمك شيء، الخطأ اللي وقعت فيه، الاحتمالات اللي ما فكرت بها، المتغيرات اللي ما يعني انتبهت لها، علاقة القوة اللي ما يعني شخصتها بشكل حقيقي. فكل هزيمة كل خطأ هو إلى بعد تربوي، يعلمك بالخطوة الجاية تكون أفضل. الخطوة اللي بعدها أيضا تقع فيها أخطاء جديدة بس مو قديمة، لأن تعلمت منها وتتعلم من هذه أيضا، فراح يتغير شكل احتجاجك، يتغير وعيك السياسي، يتغير طريقة تحالفك وإئتلافك مع القوى الأخرى، تتغير رؤيتك لأهدافك ومطالبك وأمور كثيرة تحدث إحنا ما نلمسها يعني بشكل واضح، ولكنها موجودة وتأخذ وقت. أنا باعتقادي اللي يحتاج يعني أي حراك ثوري بما في تشرين، التشرين هو الرقم الأهم، ولكن هناك حراك اجتماعية ومدنية في العراق كثيرة حقيقة قبل تشرين موجودة أيضا في الساحة. أنا اللي أعتقده تحتاج شيئين. أولا تشخيص حقيقي للحظة السياسية اللي نعيشها، مو تصور مبدئي أو أخلاقي، أو يعني ما توقف على أنا ما سميت الوعث الرمال المتحركة تصر على موقفك المبدئي والرمال تتحرك من تحتك، لابد أن تعرف كيف زي الأفعى تتحرك مع هذه الرمال، لأن هي هذه السياسة الثابت الوحيد في السياسة هو المتغير. إذن وعيك السياسي، عقليتك السياسية، تعاملك مع الحدث لابد أن يكون يعني موازاة هذا التغيير، هذا يتطلب إعادة تفكير. هذه نقطة. تشخيص الحقيقي للحظة اللي تعيشها، ما تقفز عليها، هذا مهم جدا. نعم. لأن من خلال هذه اللحظة ممكن تطرح بدائل حقيقية واقعية. النقطة الثانية والمهمة طبعا أيضا، لابد تطرح رؤية معينة. يعني مثلا أنا أقول أي مشروع سياسي في العراق تشرين أو غير تشرين ما يطرح رؤية تتضمن بناء الدولة العراقية هو مشروع وهمي، لأن ما حصل من 20 سنة هو تغييب للدولة العراقية، تغييب للدولة بالتعريف يعني تغييب للشعب. الدولة هي ما هي الدولة، هي شعب مؤسسا يعني. تغيب الدولة تغيب الشعب. فإذا أنت إذا ما تكون عندك رؤية لبناء دولة عراقية وما تتضمن بناء دستور جديد وقوانين جديدة، هذه الرؤية هي بخلاف ما يعتقد الكثيرين عندما يتحدثون عن القيادة وعن أشخاص من يقود الثورة، الواعي قائد أو الشهيد قائد أو فلان قائد، هذا ما له علاقة بالثورة ولا علاقة بالقيادة، لأن القيادة وشكل القيادة والمجاميع أو الأشخاص اللي راح تتضمنها هذه القيادة اللي حتمها هي الرؤية. إذا ما عندك رؤية ما معنى القيادة وهذا الشكل. فأنا أعتقد هذا اللي لازم يحدث الآن، هذا اللي لازم نعمل عليه يعني ككل كعراقيين، سواء كان كنت في الميدان أو في النظرية أو في الفكر أو كذا، لازم أعتقد أن الرؤية أو الشعار المرفوع هو إسقاط العملية السياسية ونظام المحاصصة ونبدأ من جديد. هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن دكتور؟ هو شوف يعني أنا قلت نريد وطن، يعني هذه مقولة جوهرية حقيقية. نعم. لأنها بالفعل الوطن مخطوف، الدولة مخطوفة من قبل ميليشيات وقتلة وفاسدين وإيران بشكل عام، وفي نفس الوقت يعني تغيب للشعب وتغيب لهويته، ولذلك لما تقول أنا أريد وطن تجاوز أنت الطائفية والعرقية، هذا مهم جدا. بس أنا اللي أقوله من زمان أقول هذا الشعار نريد وطن بقدر ما هو مهم، لأنه يعبي الشارع، يحاكي الناس وهمومها، وبالفعل ما يغيب هو الوطن، لأن الوطن المكان الوحيد اللي أنت ما تشعر فيه بالمذلة، ولكن بالعلاقة أنت منذل لأنك في بلد، إذا ماكو وطن.
إذن المشكلة وين؟ أنا قلت هذا الشعار ميت وطن لابد أن يترجم إلى برنامج سياسي، نعم، إلى خارطة الطريق بخطوات عملية. هو هذا لازم ما حيشتغل عليه. إذا ما تشتغل عليه مجرد تطلع تحتاج ويكون عندك مطالب معينة وريد إسقاط النظام وكذا، يعني هذا أنا أسميه فكر سلبي، يعني يقول للآخر ما أريد هذا بس ما يقول شنو أريد. نعم. هذا اللي لازم واحد يشتغل عليه، يشتغل عليه أكثر. لكن قد يبدو هذا غير ممكن أو غير متاح دكتور في ضوء الملاحقة، يعني هذا يحتاج إلى تشكيل ثوري أو قيادة ثورية. مش بالضبط. تضع نعم. مو أنا قصدي. ليش أقول لك أنا؟ لما تكون عندك رؤية وتشخص اللحظة اللي قاعد تعيشها. من يصيغ الرؤية دكتور؟ ما اسمع. من سيصيغها يعني؟ مو إحنا كلنا كعراقيين. نعم. يعني إحنا أنا مثلاً طرحت فكرة معينة سميتها العقد الدستوري العراقي. وثيقة أسس ومبادئ مثلاً أطرحها على الشعب العراقي، على مثقفيه، على ممثلين يعني المجتمع وكذا، يناقشوها، يضيفون عليها، ينقحوها، يغيروها، يتفقون عليها حتى يمارسون مبدأ المواطنة، وحتى هذا يصير مستقبلاً جزء من الدستور. يشعر الإنسان العراقي هو كتب الدستور، من فرض عليه؟ هذه قضية ديمقراطية، وأيضاً مثل ما قلنا تمأسس للمواطنة من خلال الممارسة. هذه فكرة مثلاً. اللي أريد أقوله بأنه قضية الرؤية اللي إحنا ممكن يعني نشتغل عليها، وهناك أفكار عدة حقيقة أفكار ممتازة، لازم إحنا خلينا نسمي يعني نصيغ هذه الأفكار ونشكل من أدها أرضية، بحيث أن الكل يقف على هذه الأرضية، ما تقصي أحد لأي سبب كان. نعم. وهذا ممكن، لأن إحنا لا نتحدث عن أشخاص في الميدان ممكن يستهدفوا ويقتلوا وكذا، مو هذه لا، احنا نتحدث عن مشروع، والمشروع بالإمكان انت انا وياك موجودين هنا ممكن نضع افكار ونطرحها الى من هم في الميدان، ويطرحونها هم على اخوانهم واخواتهم في المحافظات، وهكذا يتشكل رؤية. وهذه الرؤية بعد ذلك خلينا نقول مشروع الدولة هو اللي حيفرض شكل القيادة. نعم. وقد تكون قيادة من خارج العراق، مش بالضرورة داخل العراق. النقطة المهمة باعتقادي، وهي هذا بعض المشاكل اللي واجهت تشرين، لما أنا أتحدث عن تشخيص اللحظة اللي تعيشها ليس من يعني موقف مبدئي أو أخلاقي أو نعم. لا، يعني بعقلية سياسية بها تعقيد بعض الشيء. ليش؟ لأن الشأن العراقي والثورة العراقية تختلف عن كل الثورات الأخرى. بلد محتل، تدخلات دولية إقليمية، نظام فاسد، ميليشيات وقحة منفلتة قاتلة، ليس هناك احتكار للعنف، و يعني الشعب العراقي واجه تعقيد في مواجهته لهذه الأزمة. إذن تشخيص اللحظة السياسية، يعني تشخيص اللحظة المحلية والإقليمية والدولية وتقاطعها. نعم. هنا إذا أنت استطعت تشخيص هذا بإمكانك طرح البديل. نعم. نستكمل بعد فاصل قصير دكتور في موضوع الاقتصاد. لم يكن الاقتصاد العراقي بمعزل عن هذه المشكلات السياسية، إنما كان هو في صلب بالضبط، وهو أحد المطامع الكبيرة للسياسيين العاملين في العراق. للحديث بقية دكتور صباح بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. تحية لكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور صباح الناصري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك بكندا. مرحبا بك دكتور. مية هلا بك أستاذ. إذن حديث جرنا الحديث من الوثيقة أو ما يسمى بالدستور عام 2005 إلى الحديث عن العراق وعن العملية السياسية. نعم. عن ثورة تشرين، ثم الآن نتحدث عن البعد الاقتصادي في نعم. كل نعم. هذا الحديث. أين يقع الاقتصاد؟ ثروات العراق كيف نعم. تدار في هذا في خضم هذا الفشل السياسي؟ هناك إدارة فشل سياسي؟ نعم. فهل هناك إدارة فشل اقتصادي؟ نعم. هو ماكو شيء اسمه اقتصاد بالعراق، يعني بالمفهوم العلمي ماكو اقتصاد بالعراق. كل ما هنالك في نفط، وهذا النفط نعم. طبعا ارتفاع اسعار برميل النفط يعني ادخل يعني اموال هائله على العراق بالذات في السنه الاخيره، وأصبح الاحتياط أكثر من 80 مليار، واحتياط الذهب يمكن 150 طن بالبنك المركزي.
فكل ما حدث من 2003 إلى اليوم هذه الأحزاب أو ما تسمى الأحزاب، أنا ما أسميها أحزاب، هذه العصبيات يعني المتحكمة بالسلطة اللي احتكرت الدولة والنظام السياسي والحكومة في سلطتها، يعني ليس هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كلها في نفس الأحزاب. نور المالك يؤثر على القضاء ويؤثر لنا نفس الشيء. هذه استخدمت الأموال الملكية العامة للشعب، لأن دخل القومي ملك الشعب، ولكن تم تغييب للملكية العامة، أصبحت هذه الملكية العامة ملكية خاصة. استخدمت هذه الأموال من 20 سنة في تمويل مشاريع ميليشياوية، تشكيل ميليشيات، مالك يكون لميليشيات الوحدة، تستثمر في مشاريع مثلا دعم لبشار الأسد في سوريا ضد الثورة في سوريا، دعم للنظام الإيراني للحرس الثوري الإيراني، تشكيل مصاريف وهمية لغسل الأموال وتجارة المخدرات، تهريب للنفط لصالح ما تسمى الأحزاب والميليشيات، وهكذا. إذن تم بمنهجية سرقة، وأحنا نسميه بالعراق فرهود لأن أكثر من السرقة ماكو، فرهدت الملكية العامة للشعب من 19 سنة، ولذلك ليس هنالك أي تنمية، ليس هنالك أي إعمار، ليس هنالك أي خدمات، ليس هنالك أي بنية تحتية، معظم ما موجود في العراق هو من النظام السابق. فكل أموال لماذا نسي هؤلاء أن يضعوا شيئا من هذه السرقات في البنية التحتية؟ ما هو لا أنا أريد أن أعرف الدافع في الحقيقة، يعني كيف يفكرون؟ لاحظت كيف يفكرون لما يسوون عقود خدماتية أو صحية أو يعني عسكرية وما أعرف إيش، ماذا يحدث؟ تحدث 3 أشياء. أول شيء، إما تكون عقود وهمية لاستنزاف الميزانية، أو يشكلون حلقة وسط تبيع هذه العقود إلى شركات أخرى ومنها تبيع لشركات أخرى، وكل هذه الشركات تأخذ حصص بدون ما تنجز، أو يدخل لما يدخلوا مع شركات معينة لعقد معين في النفط مثلا، أول شيء يطلبوا حصتهم الكوميشن العمولة مالتهم، فالشركات اللي ترفض تدفع العمولة ما تأخذ العقود، الشركات اللي توافق تدفع العمولة تعتبر الشركات فاسدة. فبالتالي ليس هنالك اقتصاد. يعني مثال بسيط، مثلا أنت لما تفكر بخطة 5-20 بتنمية البلد وتضع منهجية وشكل مؤسسات وهيئات وتنسق فيما بينها وتضع استراتيجية تنموية تربط التعليم بالصحة بالصناعة بالزراعة بالسياسة النقدية بالسياسة المالية وهكذا من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، هذا ما موجود بالعراق أبدا، ما موجود بالعراق، ماكو تفكير لا بيئي ولا تنموي ولا مؤسساتي ولا أي شيء، إنما مجاميع أنا أسميها قراصنة وقطع طرق، أو يسميهم المرحوم الشاعر سعد يوسف بنات آوى، اللي انقضت على العراق زي الجمل الساقط ماكو، انقضت عليها حتى تبوق وتسرق بس وتوزع على حواشيها وتنطيهم وظائف. فمؤسسات الدولة انقلبت إلى زبانية، يعني ملايين من الموظفين بدون أي إنتاجية وبدون أي خبرات وبدون أي تعليم أو بدون أي شيء، حتى يتحكموا بهذه الوزارات والمؤسسات ويتحكموا بمواردها لمصالحهم خاصة. ولذلك أنا سميت هذا النظام استبدادي، لأن النظام الاستبدادي بالتعريف السياسي هو هيمنة المصالح الخاصة على المصلحة العامة، وهو هذا بالضبط ما يحدث في العراق. إذن ليس هناك اقتصاد. نعم. ما السبيل دكتور فيما تبقى من دقائق قليلة للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به العراق منذ يعني قرابة 2 عقدين؟ نعم، أنا أعتقد لابد أن يكون هناك ربط ما بين الاحتجاجات الميدانية والقوى المدنية الأخرى، يعني غير التشرينية، حتى القوى اللي أنت تختلف معها، يعني هناك اختلاف مثلا بين بعض التشرينيين وبين التيار الصدري لتجارب يعني مرة تجارب، هذه كانت في الماضي. أنت الآن لما تريد المستقبل، لما تريد غير نظام، عليك أن تقفز على التجارب الماضية والمرة هذه، لازم تفكر بشكل جديد. ففكر يعني بالتحالفات بالائتلافات هذه اللي تخدم الهدف الأساسي استرجاع الوطن، وهذا يتطلب أيضا عمل مو مثل ما يعتقد البعض مجرد عمل ميداني واحتجاجات وكذا، لا، يتطلب أيضا عمل تنظيري. لابد هنالك تنظير لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية لفترتها لخطواتها للهيئات اللي تتشكل في هذه الفترة،
حتى تضمن كتابة دستور جديد وقوانين جديدة، انتخابات وأحزاب ومفوضية وتضمن أن الشعب يصبح هو السلطة، يعني المرجعية الأولى الأخيرة لكل السلطات، أن إرادة الشعب تمثل من خلال هذا النظام الجديد. إذن لابد يصير هنالك تنسيق وتنظيم ما بين القوى التشرينية والمدنية، وحتى يعني خلنا إذا كانت بمفهوم خلنا نسميه مذهبي أو ديني، ولكن وطني مدني أيضا تكون جزء ما ترفضها لنا دينية أو مذهبية أو عقائدية. هذا شيء يخصه هو شأنه هو، المهم هو يوافق يتوافق معك على بناء دولة مدنية. هذا لازم يحصل وربط مع تنظير لهذه المرحلة، وفي نفس الوقت العمل على ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي، إنما أيضا على المستوى الدولي، لأنه المجتمع الدولي سيبقى يراهن على هذه الميليشيات وما تسمى الأحزاب الفاسدة طالما هنالك يعني البديل مغيب، ليس هنالك بديل واقعي ممكن ينقل العراق من هذه الحالة إلى حالة أفضل، سيبقى يراهن عليهم. ولكن في اللحظة اللي نستطيع بها نقدم بديل واقعي، خارطة الطريق لمرحلة انتقالية، ويجد فيها أيضا المجتمع الدولي بالرغم من مراهنته إلى الآن على هذه القوة يجد فيها بديل أفضل تضمن مصالحه أيضا، سيدعم هكذا مشروع. ولكن في غياب مثل هكذا مشروع سيراهن على نفس الأدوات. نعم، والوجوه. أشكرك جزيلا دكتور صباح الناصري، سعدنا باستضافتك في لقاء خاص، أستاذ العلوم السياسية بجامعة يورك بكندا، شكرا لك مرة أخرى. بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص مع دكتور صباح، شكرا لكم على طيب المتابعة، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.